إحياء الذكرى 14 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة في المنستير وسط حضور رسمي وشعبي كبير. جمعة يؤكد لدى حلوله بتونس توقيع اتفاقات تعاون عديدة مع الجانب الأمريكي في عدة مجالات وأبرزها الجانب الاقتصادي. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية تساؤلات عدة من المواطنين حول مدى تدخل الدولة للدعم والتعديل والتخفيض في نسبة التضخم. حيثما كنتم أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ويأخذنا الخبر الأول في النشرة إلى مدينة المنستير مع الذكرى 14 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية مؤسس الدولة الحديثة. في هذه الذكرى توافد العديد من الزوار على روضة آل بورقيبة بالمنستير للترحم على روحه، وأشرف رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي بالمناسبة على موكب انتظم في الغرض. مدينة المنستير كما بدت هذا الصباح موشحة بأعلام الزينة والصور إحياء للذكرى 14 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة. هذه المناسبة توافد من أجلها عديد الزوار على روضة آل بورقيبة. كانت أيضا فرصة ليستحضر الحاج محمد ورفاقه ذكريات ومناقب الفقيد. بورقيبة كان كيف يخطب الناس كل تسمعه والناس كل تمشي بالنصايح متاعه، واللي يومنا هذا نتذكره في العبر متاعه سياسة المراحل، ويقول أن تونس ما نخاف عليها إلا من أولادها. أنا جاي من ولاية مدنين تحديدا معناها لذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة. نحبوه ونحب نزوروه، ديما نجيوه كنهار جمعة، نجيب الصغار لنا كل كي ونجي ونزوروه. في القلب بورقيبة، قلوبنا التوانسة الكل، شكون هو كون تونس وجاب الاستقلال، شكون هو بورقيبة من غير ما العالم الكل يعرفه. بورقيبة في كلمتين هو الرجل الذي أحب الشعب والذي أحبه الشعب، والذي عرف كيف يتعلق بالشعب والشعب تعلق به. جاءوا من كل حدب وصوب للترحم على روح الحبيب بورقيبة في تقليد سنوي دأب عليه المواطنون منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وكذلك رئاسة الجمهورية، حيث حضر رئيس الدولة المؤقت المنصف المرزوقي للترحم على روح الفقيد وتلاوة الفاتحة. الرسالة هي توصل الدولة، الدولة مش أشخاص، الدولة والجمهورية يعني تمر عبر الأشخاص عبر الزعماء إلى آخره، لكن لازم توصل الدولة. الناس كلها تعرف اللي أنا لست من يعني من مختلف على الرئيس الحبيب بورقيبة، لكن أصررت على حضور جنازته وقت اللي كان حضور جنازته يعني بالبونية بالدزان، والآن أحرص دائما كل سنة باش نجي باش نعطي رسالة للتوانسة أنه راهو خلافاتنا السياسية شيء وتواصل الدولة وتواصل تونس شيء آخر، والزعيم الحبيب بورقيبة مهما اختلفنا معه فهو يعني الرجل الذي ناظر من أجل الاستقلال وضحى كثيرا، ولهذا لازم ديما نفرقوا من الخلافات السياسية ومن جوهر الموضوع اللي هو تونس الخالدة. التوافد على مقبرة آل بورقيبة شمل أيضا عديد الوجوه السياسية التي كانت حاضرة بامتياز في هذه الساحة. في مثل هذا اليوم من كل سنة يعرف هذا المكان روضة آل بورقيبة بعد الثورة حركية كبيرة من خلال توافد عديد الزوار إحياء لذكرى أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، ذكرى لم تمحيها سنوات التعتيم الإعلامي قبل الثورة لتبقى راسخة في قلوب عديد التونسيين. من مدينة المنستير حياة الرضواني للتلفزة التونسية. إذن في مثل هذا اليوم 6 أبريل عام 2000 فارق بورقيبة الحياة بعد 97 سنة من العمر. واليوم في ذكرى وفاته وإلى جانب حضور مكونات من المجتمع المدني، شارك أيضا في هذه الذكرى قيادات لأحزاب سياسية ووزراء سابقون في عهد بورقيبة، وقد عبر الحاضرون عن تمسكهم بالفكر والمرجعية البورقيبية. نهار اللي جاء بورقيبة من حلق الواد وكليك في باب الخضراء، أنا بنت 9 سنين ونتفرج في بورقيبة. هي مواطنة قدمت من صفاقس لتحيي الذكرى 14 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة باني الدولة الحديثة ومحرر المرأة. بورقيبة الله يرحمه أعطى الحرية ومنحنا الحرية، هذوما كليك ولاو حاجة معروفة، ولكن الأساس هو راجل سياسي بامتياز يعني اللي يمثل الدبلوماسية بأتم معنى الكلمة. وهؤلاء وزراء سابقون. بورقيبة من 3 أو 4 عظماء متاع القرن العشرين، ما جابش التاريخ كيفهم، هو بورقيبة دوغول شرشيل وتيتو. هذه المناسبة
كانت فرصة للأحزاب الدستورية وغيرها للتعبير عن تشبثها بالمرجعية البرجيبية. مرجعيتنا إصلاحية دستورية ومنهجيتنا برجيبية. هذا موجود وهذا كلامنا وهذا اللي نقوله. شيء طبيعي باش نكون موجود هناك كما كنت موجود في السنوات الأخيرة، وإن شاء الله ربي يحيينا باش نكون دائما نعطي للزعيم حقه. الوفاء هذايا ماهوش مجرد أن نقرأ فاتحة ولا نجيب باقة متاع عروض، وأن نكون أوفياء للمبادئ اللي ناضل من أجلها الجيل، جيل الحركة الوطنية اللي جاب الاستقلال وبناء الدولة. وفاءنا أيضا للجيل المؤسس اللي يرمز له الزعيم الراحل حبيب بورقيبة. هو ينتمي لتونس كلها، وأقل شيء عارفين الجميل ليه أنه نجيو في ذكرى وفاته، ولكن أهم عارفين الجميل حبيب بورقيبة هي مواصلة الرسالة نتاعه، رسالة بناء تونس عصرية فيها المرأة عند الحرية نتاعها، دولة فيها تعليم، دولة تستطيع أن هي تنافس الأمم المتقدمة. هذه كانت الرسالة نتاعه والله يرحمه. وأكد الحاضرون أن بناء المشروع الوطني الجديد لا يمكن استلهامه إلا من الفكر البورقيبي. بورقيبة رجل دولة أحب الشعب والوطن. وعندما يحتفل الشعب التونسي بذكرى وفاة بورقيبة فإنه يحيي ذكرى زعيم خالد سابق لعصره، كما يحيي أيضا ذاكرته أي الشعب بعد نجاح ثورته، ويتصالح مع جزء من تاريخه. عملت الدكتاتورية على طمس ملامحه ففشلت في محو صورة الرجل. بورقيبة الإنسان والزعيم السياسي المحنك، مناقب الرجل في التقرير التالي. الكفاءة والجيش اللي نطلبوه في الزعيم وفي رئيس الدولة في حسبه في المسير للدولة، ومن هون جات الشعبية متاعي اللي تو 40 سنة في حسبه ما تغيرتش، ان يعرفوني انسان جدي ومخلص وشجاع في ان واحد ومفكر. بورقيبة مؤسس الجمهورية، مكافح صلب، ثم باني أسس الدولة التونسية الحديثة. منذ رجوعه مظفرا في غرة جوان 55 والحبيب بورقيبة يخوض ما سماه الجهاد الأكبر، يعني خوض معركة التنمية وتعميم التعليم وكسر قيود الجهل والتخلف ومقاومة الأمراض وإصدار مجلة الأحوال الشخصية. يزيد السرعة متاع التقدم، يسهل على الشعب، يوريه التاريخ. والله هذا دائما وابدا نخمم فيه ليلة النهار، نقول خاطر انا مسؤول عليه. حررت الأمة هذه وحررت الطفلة هذه بتحصل وكونت لها نفع، وقت اللي نشوف هكا بمعنى شاب وشابة بتحصل مع بعض متزوجين وعندهم زوز وليدات. بورقيبة كذلك ساهم في إشعاع صورة تونس في شتى أصقاع العالم بما له من حظوة، ثم رسخ بورقيبة في ذاكرة أجيال الاستقلال بفضل مئات الخطب والزيارات إلى كل أنحاء البلاد، منبها ومرشدا بفضل فصاحة لا تضاهى. اتفكروا هالكلمات هذية، وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا وكذا. ما نرجعوش لما كنا فيه من تناحر، لأن تنفض الأمة متلحصة تتفرد والدولة تضيع هيبتها ويطمعوا فينا الدول، ونرجعوا لما كنا فيه قبل الحماية. في موضوع آخر، أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة أن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت ناجحة، وبيّن في ندوة صحفية عقدها إثر وصوله صباح اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن استعدادها لدعم التجربة التونسية سياسيا واقتصاديا وأمنيا. زيارة موفقة حققت فيها الأهداف المرجوة، هكذا وصف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما أكد جمعة في ندوة صحفية إثر وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي، أكد أن اتفاقية التعاون التي تم إبرامها خلال هذه الزيارة شملت عدة مجالات أبرزها الجانب الاقتصادي. كما تعرفوا منحونا ضمان قرض ب 500 مليون دينار دون الإعانة المالية، زاد شفنا بعض الإعانات الأخرى. كما تعرفوا هاجس كبير يعنى اليوم هو التشغيل والتنمية المناطق الداخلية، فإن شاء الله زاد كيف كيف فما الصندوق تنمية المؤسسات الصغرى والتمويل الذاتي، صار الاتفاق إن شاء الله يواصلوا في الدعم ويرفعوا فيه. كان فيه نقاش كبير حول التعامل
في التكوين كما تعرف زاد منحونا 400 بوخس منحة 400 منحة وهذا خبر صار إن شاء الله يعني على الأقل يخص 400 عائلة. كما وعدت الولايات المتحدة بمزيد دعم تونس على المستوى الأمني حسب تأكيد رئيس الحكومة المؤقتة. أول حاجة قاموا بها هي رفع الحال الورنينج التحذير رفع التحذير مستدى وهذا خطوة طيبة لأنها إشارة كبيرة حتى للمستثمرين إشارة كبيرة زاد للسواح المستثمرين في جميع أنحاء العالم على ثقة الولايات المتحدة في استقرار الأمن في تونس وإن شاء الله زاد كيف يعني نتمكنوا من تجهيزات لقواتنا الأمنية والعسكرية. الولايات المتحدة وإن عبرت عن استعدادها لدعم تونس فقد ربطت ذلك بضرورة توفر جملة من الشروط. الشروط هي اللي يفرضها علينا الواقع اليوم. ما عاد يعاونك حتى واحد إذا كان باش تاخذ الأموال هذية وباش تحطها في الاستهلاك. احنا بيدنا كتوانسة ما يساعدناش لأنه هذا ماشين للمجهول. فهما يطلبوا منا تو سامبلومون باش نقوموا بالواجب ونحاولوا نرتبوا امورنا باش الاموال هذه اللي قاعدين نقترضوا فيها تمشي للاستثمار والاستثمار باش تخلق ثروه باش تنجم تبدا كيف ترجع الاموال. وبعد الوجهتين الخليجيه والامريكيه ستكون اوروبا الشريك الاقتصادي الاول لتونس. الوجهه التاليه لرئيس الحكومه المؤقته زيارات قد تساعد تونس على الخروج من الازمه الاقتصاديه التي تمر بها، ازمه يؤكد الخبراء ان تجاوزها يجب ان ينطلق من الداخل عبر المزيد من العمل والتضحيات وتكاتف جهود جميع الاطراف. والآن مع صلة من الأخبار الاقتصادية، وفي أولها ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي منذ بداية الأسبوع نتيجة غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية من خضر وغلال ولحوم أثار تذمر العديد من المستهلكين. وغلاء الأسعار أرجعه التجار إلى قلة الإنتاج المحلي وكثرة التوريد وانتشار ظاهرة التهريب. مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي الذي يمثل 70% من الميزانية الجملية للطبقات ضعيفة ومتوسطة الدخل ارتفع من جديد خلال الأسبوع الحالي بعد أن سجل نسقا تنازليا منذ بداية السنة الحالية حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. مؤشر الأسعار كان في 5.9 في جانفي وهبط 5.7 في فيفري وفي مارس أهبط 5.5. اليوم الموضوع يعاود يتطرح وقت اللي لاحظنا بالنسبة للخضر والغلال تم ارتفاع في مادتي الطماطم والفلفل. لاحظنا أيضا في المدة الأخرانية تم بعض ارتفاع في مادة الدواجن والبيض حتى على مستوى اللحوم مثلا الحمراء. صحيح تم ارتفاع متاع أسعار متاع اللحوم الحمراء نظرا لأنه العرض أقل من الطلب. ارتفاع في الأسعار شمل تقريبا كل المواد الغذائية الأساسية ما أثار تذمر عدد من المستهلكين. القليل معش يخلط لا يأخذ حوت لا يأخذ خضر لا يأخذ حتى شيء. شنية الطماطم والفلفل شعلت جملة. جلبانة كانت 800 طلعت 1500 ليسر برش. وينو اللحم قالوا بشي ينقصوا فيه ما فماش. بالنسبة للزوالي ما نقولوش يا أما شي غلالي يبدأ يخمم مسكين إيش مش يأكل إيش مش يطيب هذيك العيش. كليفول بدينا بالله كليفول إيش نحي منه تنحي منه تلف قدن هك كل شيء نار كل شيء متمزج بس حد شيء. كيلو تفاح بربع ألاف وخمس ألاف فرنك ولا كيلو بانب بخمس ألاف فرنك ولا ست ألاف فرنك. الطمسون وصل حتى للأربع ألاف أربع ألاف وخمسمائة. المواطن الضعيف ما عادش واصل حتى على كيلو غلة على الأقل. غلاء أسعار العديد من المواد الغذائية أرجعه التجار إلى عوامل عدة. الإنتاج المحلي ما فماش نضطر والدولة باش معناها تستورد نجيبوا في اللوبيا من الأرجنتين نجيبوا في السكر من السيك من مش عارف من كل من أوروبا ومن آسيا ومن أمريكا بطبيعة باش تغلى الأسعار. دقلة ب 12,000 جاية مهربة تتكلف لهنا إذا احنا توصلنا للنصبة لهنا ب 11,500 معناها ندفع 11,500 باش ربع 500 في الكيلو. البنان كنا كرذونا ناخذوا فيها ب 23 25 في لا موين تيح في كيلو ب 2000 يساعدوا المواطن باش ياخذوا ب 2000 فرنك فهمتني ولا
طول الكيلو ب 4500 ب 5000 ولا تهريب. رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية وتحرير أسعارها من الأسباب الأخرى التي أثقلت كاهل المستهلك حسب نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. جديد هو المواد الغذائية الحرة اللي كانت حرة ومدعمة واللي تحررت هذه اللي مش وقته نحن نشوفوه مش وقته كما الطماطم مثلا اللي شهدت زيادة ب 28% في أربعة أشهر. مع الارتفاع المشط نتاع الأسعار حسينا بالجودة قاعدة تنقص وهذا نحن عندنا موثق في منظمة الدفاع عن المستهلك. والمعطى الآخر هو السعة الكونتونونس كيف قاعدة تنقص اليوم نحن نشوفه كعبة ديغورت ماهيش مليانة. وحسب وزارة التجارة فإن 87% من الأسعار المتداولة للمواد الغذائية هي أسعار حرة تخضع لقاعدة العرض والطلب لا يمكن للوزارة التحكم فيها. وعندما يطرح موضوع الأسعار تطرح معه بالضرورة مسألة الدعم، إذ تتكفل الدولة بدعم أسعار بعض المواد. حجم صندوق الدعم تضاعف 3 مرات خلال السنوات الأخيرة في كلفة قاربت جملة استثمارات الدولة في التنمية، ما يفرض مراجعة هذه المنظومة والبدء في ترشيدها. تتكفل الدولة بجزء من تكلفة عدد هام من المواد الأساسية، فصندوق الدعم يتكفل ب 200 مليم على الخبز العادي و 82 مليما على خبز الباغيت و 900 مليم على قارورة الزيت المدعم و 450 مليم للكيلوغرام من السكر و 620 مليم للكيلوغرام من العجين الغذائي. مساهمات تنضاف لأخرى، كلفت الدولة نحو 1450 مليون دينار لسنة 13 و2000 لدعم المواد الأساسية، ليتضخم الرقم بزيادة كلفة دعم المحروقات التي قاربت 4000 مليون دينار، ما يفرض التفكير في حلول للتقليص من عبئها. إشكالية الدعم يلزم تندرج في خطة على المدى المتوسط والطويل كما قلت لك عبر تعديل اختياراتنا، معناها فيما يخص طريقة النقل، فيما يخص مفهومنا الأمن الغذائي، يلزم معناها في المدى القصير باش نتفاداو انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية نتوخاو التمشي التدريجي ونتخاو التمشي اللي يعتمد على مقاومة التبذير وسوء التصرف عبر مراجعة المنح النقل العينية بمنح نقدية، ما التخلص من السيارات العمومية، التخلص من ليبون ديسونس، مع التخلص من ورشات الصيانة إلى آخره. ووسط وضع اقتصادي صعب، أكدت الحكومة المؤقتة أنها ستعمل على ترشيد الدعم في المحروقات والمواد الأساسية خلال هذه السنة. القرارات هذه لا تقتصر على الاستهلاك، لذلك هناك عديد القرارات اللي تخص بعض الصناعات، القطاعات الصناعية اللي تاخذ برشا يعني الطاقة واللي تستهلك برشا طاقة لترشيد زادت كذلك الدعم في هذا الاتجاه. ما يهم المواد الاستهلاكية يعني سيقع تطبيق ما جاء في قانون مالية 2014. قانون المالية أقر تقليصا بنحو 100 مليون دينار من دعم المواد الغذائية إلى جانب تحيين سعر المحروقات خلال السنة الحالية، ما من شأنه التخفيف من نفقات الدولة. نبقى في سياق متصل مع مؤشر اقتصادي آخر في بلادنا وهو نسبة التضخم، إذ تراجعت هذه النسبة إلى حدود 5% لأول مرة منذ 26 شهرا حسب بيانات محينة للمعهد الوطني للإحصاء، بعدما كانت في شهر فيفريل الفارط في حدود 5.6%. قراءة في التضخم ومفهومه وأسبابه في الورقة التالية. التضخم مصطلح اقتصادي مرتبط وثيق الارتباط بمؤشر الأسعار، وهو بصورة مبسطة مواد أو بضاعة يلزمنا أكثر فلوس باش نشريوها، قطعة اللي كنا نشريوها بدينار وقت التضخم تولي يلزمنا دينار و200 ودولار 300، هذاك علاش نسميوه تضخم، الفلوس برشا لكن قطعة هي نفسها. واستنادا إلى أحدث أرقام المعهد الوطني للإحصاء، فإن نسبة التضخم لشهر مارس الفارط شهدت تراجعا ب 0.6% مقارنة بشهر فيفري لتستقر في حدود 5%، وهي نسبة لم تسجل منذ 26 شهرا. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض في نسق ارتفاع المستوى الجملي للأسعار بين شهري مارس وفيفري من السنة الحالية مقارنة بالارتفاع المسجل بين هذين الشهرين في السنة الفارطة، وذلك فيما يتعلق بالنقل والسكن والطاقة.
وللتضخم المالي الذي وإن سجل تراجعا طفيفا فإنه يبقى دون المستويات العادية أسباب منها الداخلي ومنها الخارجي. عندنا المواد المستوردة وهذاك فارق العملة ما بين اليورو والدولار والدينار التونسي سببت ارتفاع في التكلفة، والتكلفة هذه سببت تضخم مالي، وهذا ما يعبر عنه التضخم المالي المستورد. بالنسبة للأمور الداخلية عندنا السوق الموازية والتهريب أحثت يعني شغور ونقص في البضاعة والسلع على السوق، وإحنا نعرفه بقانون العرض والطلب إذا كان مستوى السلع والبضاعة ينقص بطريقة معناها ملحوظة في السوق الأسعار ترتفع، وهذا يعمل ضغط على الأسعار. ومن الأسباب أيضا اختلال التوازن بين العرض والطلب بسبب التهريب من جهة وتعطل آلة الإنتاج من جهة أخرى. ولمزيد التحليل يحضر معنا في الأستوديو السيد محمد العيفة مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة. سي محمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا مرحبا. إذن سي محمد، رغم بعض التراجعات الطفيفة مؤشر الأسعار والدعم وأيضا التضخم لا تزال هذه المؤشرات كلها مرتفعة، هل من قراءة ثم هل من إضافة يعني على بعض القراءة التي قدمناها في تقاريرنا؟ شكرا سي وليد، ولا محالة التقارير اللي تفضلت ببثها في النشرة معناها تكاد تكون أتيت على كل المعطيات اللي موجودة، لأنه ثم حاجات لازمنا نركز عليهم شوية، لأنه وزارة التجارة تخدم على برنامج أساسه هو المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ومراقبة والدعم وإيصاله إلى مستحقيه، وثالثا هو مكافحة أو معالجة التجارة الموازية اللي هي من أسبابها أنها تساهم في برشا إخلالات معناها في قاعدة العرض والطلب. السوق بالفعل هي خاضعة لقاعدة العرض والطلب فيما يخص المنتوجات وفيما يخص معناها العرض والطلب بالنسبة للمنتوجات، إلا أنه المؤشرات الموجودة عندنا تبين لأنه معناها ثم انفراج نسبي في الأسعار المتداولة معناها في الوقت الحاضر. أين يتجلى هذا الانفراج؟ يتجلى الأسعار توشفنا المواطنين معناها تقريبا عديد من التشكيات والتساؤلات. التساؤلات والانشغالات الموجودة هي حاليا أثارت حوالي في مواد معناها تقية تكون كمالية، ما هيش مواد معناها متاع الموسم الحالي، يحكي على الطمسون ويحكي على العجلبانة، هي مواد في آخر الفصل متاعها بالطبيعة مش ترتفع، هم بيدهم قالوا كانت ب 800 و 900 وقت اللي كانت وفرة الإنتاج موجودة، توا حاليا قاعدين ندرج إلى أن يتجد الفول ويتجد حاجات أخرى يعوضوا المادة هذه. بالنسبة للطمسون احنا في آخر الموسم، ولذا مش يعوضوا الفراولة مش يعوضوا مواد أخرى، ولذا معناها هذه بتبيع مش تكون معناها ارتفعت، لأنه معناها ثم منتوجات أخرى بديلة متوفرة في السوق بأسعار معناها معقولة مقارنة بالموسم الفارط بنفس الفترة من السنة الفارطة، يثم انفراج في الأسعار هذه موجودة معناها حاليا نلاحظها، وهذا موكول للعرض والطلب. إذا كان توفر الإنتاج وتوفرت معناها المواد في السوق بطبيعة الحال مش ينخفض الأسعار ومش تكون معناها في متداول وفي متناول المستهلكي. طيب سي محمد، إذا كان نتحدث رغم الانخفاضات يعني وهو شيء إيجابي إن شاء الله يتواصل، لكن مع ذلك يعني ما زالت الأسعار مرتفعة وأيضا هناك تضخم اليوم في تونس، ما تأثير هذا على قفة المواطن، وهل من توجه نحو مزيد تدخل الدولة لمراجعة مثل هذه المؤشرات لفائدة المواطن وهو المتضرر الأول والأخير المستهلك بصفة عامة؟ كما قلنا هو اقتصادنا يخضع لقاعدة العرض والطلب، هو اقتصاد حر يخضع إلى قاعدة العرض والطلب، فيه تقريبا 87% من المواد حرة تخضع لهذه القاعدة، فيها 13% من المواد اللي خاضعة للتأطير أو للتسعير معناها في مراحل التوزيع نتاعها، هذه معناها قاعدين حارسين أنه تكون معناها في مستوى المتداول، وللتأكيد أن المواد هذه ما زادتش معناها منذ سنوات عديدة معناها بالخبز والعجين الغذائي والسكر وغيرها من المواد هذه الضرورية، ما وقعش فيها زيادة، وقعت محافظة على أسعارها اللي كانت حتى من قبل الثورة من 2010 محافظين على نفس الأسعار ونفس لكن المواد. لكن سي محمد، هذه المواد الاستهلاكية الأساسية الخبز السكر، لكن هناك بعض أيضا يعني المواد الأخرى اللي تدخل كل يوم يعني في معناها في وجبة التونسي ارتفعت أسعارها برشا، كما الفلفل كما الخضروات بصفة عامة، اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء، يعني هذا سؤالي الآن، هل من تدخل حتى يعني ما نوليش نحكيه زادة في تونس اليوم النجم نتحدث على سوء تغذية مثلا؟ بالفعل بالنسبة للحوم الحمراء ربما تمثل عائق وتمثل معناها ارتفاع معناها غير عادي للأسعار، إلا أنه هذا كما قلنا مردود قلة الإنتاج في المادة هذه، والدولة معناها ساعية باش تعمل عملية توريد، نقوم بعملية توريد حاليا معناها في 2500 طن للحوم المبردة للأبقار
و2000 طن للحوم المبردة من الظأن. تعديل السوق يعني. تعديل السوق نعم. لتوزيعها بأسعار معقولة، وإحنا البارح برك معناها هبطت كمية معناها في الواحد مش قوموا بتوزيعها على القصابين حتى تكون في متناول وفي متداول المستهلكين ضعاف الحال أو نعم. اللي نجموا يتزودوا بهذه المادة طيب. الحساسة نعم. حتى لا نقول أن هناك سوء تغذية في هذا المجال. إن شاء الله ما نوصلوش حتى نكون نوجز قضية الدعم في تونس أو مسألة الدعم وما أدراك ما الدعم اليوم في تونس. الدولة تضخ تقريبا ما يقارب 7 مليارات ما يقارب ميزانية التنمية لصالح الدعم. سمعنا بعض الأحاديث هنا أو هناك على إمكانية مراجعة الدعم، هل يعني هذا أن الدولة مش تتخلى عن الدعم أم أن هناك ترشيد وتوجيه لصالح يعني الفئات الأكثر تضرر يمشي المستحقية الدعم؟ أنا أقول بالنسبة على الأقل الفترة هذه والميزانية هذه هو وقع رصد الميزانية الكافية لمواصلة دعم المنتوجات اللي كانت مدعومة في السابق، ما ثماش تراجع وما ثماش معناها تنقيص في قيمتها أو الترفيع ربما في بعض المواد الأساسية الاستهلاكية الحساسة، وخاصة معناها كما قلنا الحبوب والعجين الغذائي وغيره من المواد هذه. إلا أنه ثم بعض المواد اللي هي مثلا توفيق وإحنا ونتبعه في الأسواق نشوفه، لأنه مثلا مادة الخبز ثم هي تو حاليا الخبز الكبيره ب 230 مليم، ثم المواطن قاعد يدفع في 250، وبالنسبه للباكيت هي ب 190، المواطن قاعد يدفع في 200 مليم، هال 10 مليمات وهال 20 مليم هذوما قاعدين يمشيوا لهم للمواطن ولهم للدوله، وتعرف القيمه هذه لو كان يقع استرجاعها ويقع تعديلها تكلف وترجع للصندوق حوالي 5 مليون دينار. هذا طيب. معناها إذا جانب ربما قد يقع التعديل فيه في بعد التشاؤم زيادة في المحروقات مش تصير في سمعنا في نهاية مع نهاية هذا الشهر، هذا يرجع للحكومة ويرجع معناها للتشاور مع جميع الأطراف ويرجع للدراسة، ما نجموش نقوموا معناها كيكا نقولوا مش نزيدوا أو مش ننقصوا في مادة إلا بعد الدراسة وبعد التشاور، والدعم يتطلب ربما ندوة وطنية كاملة في التشاور مع بقية الهياكل وبقية نعم. المجتمع المدني حتى يقع اتخاذ الإجراء اللازم والضروري اللي في هذا المجال. طيب حتى نختم سي محمد، نعرف مسالك التوزيع اليوم في البلاد يعني خاصة بعد الثورة فشهدت برشا مشاكل، أيضا التهريب على حدودنا يعني مع الجزائر وليبيا، وزارتكم وزارة الإشراف وزارة التجارة هل تتجه بالتنسيق مع وزارة أخرى يعني داخلية الدفاع للحد من هذه الظواهر وأيضا لإصلاح يعني مسالك التوزيع في البلاد؟ هو التهريب شيء والتجارة الموازية شيء يقر به الجميع وموجود في كامل أسواقنا وفي كامل معناها فضاءاتنا التجارية موجود، ما نجبوش ننكروه وما نجبوش إلا أنه وزادة ساعين لمعالجة هذه الظاهرة لا لمكافحتها أو معناها إلغاها تماما نظرا لأنه هذا شيء غير ممكن، إلا أنه حاليا قاعدين ساعين في إطار لجان مشتركة بإشراف وزارة التجارة تتدخل فيها كل الوزارات المعنية في هذا المجال حتى نقاو صيغة لمعالجتها تبقى لما تقتضيه الظروف الاجتماعية لهؤلاء التجار وهؤلاء المنتصبين حتى نستوعبهم في فضاءات أخرى معناها تكون منظمة وتكون مهيكلة. شكرا. ونتفاداو معناها التجاوزات الغير معقولة. شكرا لك سي محمد العيف مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، شكرا على الحضور والإضافة. شكرا. في موضوع آخر، شهد الصالون الدولي للسياحة ببرشلونة إقبالا كبيرا من قبل الزوار الذين أعجبوا بالفضاء التونسي، خاصة وأنه يتنزل في إطار العمليات الترويجية للسياحة التونسية ومن ضمن أهدافها استعادة السوق الإسبانية. فكرة عن الصالون وعن الفضاء التونسي فيه في النقل التالي. المشاركة التونسية في الصالون الدولي للسياحة ببرشلونة كانت عبر جناح بلغت مساحته 54 مترا مربعا يجمع في تصميمه بين الحداثة والمخزون الحضاري، وتطمح تونس من خلال هذا الصالون إلى النهوض بالوجهة التونسية في الأسواق العالمية واستعادة الثقة في السياح الأجانب واسترجاع السوق الإسبانية. رأي تونس يزم ديما تقعد في بال السائل الإسباني، فما الكونكورنس كبيرة صحيح، فما بلدان قوية في اللي عندها دي برودوي اللي يجلبوا السائح الإسباني صحيح، أما فما حاجة اللي هي أن بوان فور بالنسبة للسياحة التونسية اللي هي الثقافة، السياحة الثقافية التونسية. تونس 3000 سنة حضارة وتونس عندها صحراء، الصحراء هو البرودوي اللي ما تنجمش تلقاه في كل بلاد. الصالون الدولي ببرشلونة أثبت حسب زوار الفضاء التونسي والمشرفين على وكالة الأصفار والوكلاء السياحيين على تشجيع الإسبان للسياحة الثقافية في تونس ورغبة في زيارة الجنوب التونسي. أريد العودة إلى تونس لكن بشرط تنويع المنتوج وضمان جودة عالية، خاصة وأن الأمر كان يتعلق بطلب الإسبان فقط، اليوم فالاهتمام أصبح بكل فئات العمر.
لقد بدأت الترويج للسياحة في تونس انطلاقا من الجنوب الإسباني، وبما أن هذه المنطقة تزخر بالحضارة فإنني ربطت بين تاريخ هذه المنطقة وتونس حتى يقضوا بقية الرحلة في بلدكم. لقد زرت تونس سابقا وأنا اليوم مروج لزيارتها انطلاقا من بيونس آيرس. الصالون الدولي للسياحة ببرشلونة قد يحمل معه دفعا جديدا للسياحة في تونس وتشجيعا للسياح الأجانب لزيارة المناطق التونسية، خاصة وأن أكثر من 60 مؤسسة إسبانية تنشط في تونس في العديد من القطاعات من بينها القطاع السياحي. مثلت وضعية المعبر الحدودي برأس جدير وسبل إعادة فتحه أمام حركة المسافرين والمبادلات التجارية مع توفير كل الضمانات الممكنة لحماية أمن البلدين الشقيقين وكرامة مواطنيهما، مثلت موضوع مكالمة هاتفية جرت صباح اليوم بين رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا نور أبو سهمين. وتطرق الجانبان خلال المكالمة إلى برنامج الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها وزير الداخلية الليبي إلى تونس بداية الأسبوع المقبل على رأس وفد رفيع المستوى للتباحث في وضعية المعبر الحدودي بين البلدين. هذا وأجرى وزير الداخلية لطفي بن جد مكالمة هاتفية مع نظيره الليبي صالح مازق في إطار التنسيق بين الحكومتين التونسية والليبية بشأن الوضع في معبر راس جدير الحدودي بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي. أعلن كاتب الدولة للشؤون المحلية والجهوية عبد الرزاق بن خليفة خلال ندوة صحفية أعلن عن إحداث 3 لجان صلب وزارة الداخلية لمراجعة التعيينات المرتبطة بالانتخابات. كما أكد بن خليفة أنه سيتم خلال الأيام القادمة توقيع اتفاقية مع البنك العالمي بقيمة 300 مليون دينار للاستثمار البلدي. استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة وتسهيلا لعملية مراجعة التعيينات المرتبطة مباشرة بالانتخابات، تم إنشاء 3 لجان صلب وزارة الداخلية: لجنة مختصة بتقييم أداء الولاة والمعتمدين والعمد والإطارات الجهوية يرأسها وزير الداخلية، ولجنة لتعيين المسؤولين الجدد وسد الشهور الحاصل في عدد من البلديات والمعتمديات، ولجنة ثالثة لتسوية وضعية عدد من المسؤولين المعفيين قبيل الثورة وبعدها. كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة أكد أن عملية مراجعة التعيينات ستكون استنادا لتقارير الولاة وكل الأطراف المعنية بهذا الشأن. سنعول على تقييم السادة الولاة، لكن أيضا تقييم الإدارات المركزية في الوزارة، الإدارة العامة للشؤون الجهوية، التفقدية العامة، الإدارة العامة للجماعات، الديوان إلى غير ذلك. بن خليفة أشار أيضا إلى أن البلديات تواجه صعوبات لوجستية تحول دون قيامها بالأداء المطلوب، مؤكدا أنه سيتم إمضاء اتفاقية مع البنك العالمي ستخصص للاستثمار البلدي. قرض ب 300 مليون دولار مع البنك العالمي، وذلك لتمويل مخططات الاستثمارية البلدية، وهذا مش يكون قرض مهم وافق عليه البنك الدولي، وتقريبا نحن في الردهات الأخيرة وسنمضيه قريبا في الأيام القليلة القادمة. وفي انتظار تحسين موارد البلديات القيام بعملها على أكمل وجه، أعلنت كتابة الدولة للشؤون الجهوية والمحلية عن انطلاق شهر النظافة بداية من 10 من الشهر الحالي. يشرع المجلس الوطني التأسيسي غدا في النقاش العام لمشروع القانون الانتخابي وسط انقسامات حادة بين النواب حول مسألة العزل السياسي التي ضمنت في المشروع. المسألة أدرجت على جدول أعمال الحوار الوطني الذي يستأنف غدا، إلا أن بعض الأحزاب كحركة وفاء مثلا أعلنت عدم التزامها بأي توافق يأتي من الحوار الوطني حول هذه النقطة. يستثني مشروع القانون الانتخابي من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع، باستثناء من لم ينتمي من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كما يستثنى من الترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحزب المذكور، على أن تبقى هذه الأحكام سرية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية. تضمين هذه الموانع في مشروع القانون الانتخابي يمثل محل خلاف النواب حتى داخل الحزب الواحد، كما هو الشأن بالنسبة إلى حركة النهضة، حتى أنهم صوتوا مع مبدأ العزل السياسي دون الرجوع إلى كتلهم. رفع اجتماع رؤساء الكتل على أمل أن تعود كل رئيس كتلة إلى كتلته وإلى حزبه
البحث في المقترحات التي قدمت للعودة أساسا لرسائل كوتل والوجود على صيغة توافقية، ولكن لما ذهبنا إلى لجنة التشريع العام جل النواب لم يلتزموا بهذا، وبالتالي وقع التصويت على مبدأ تضمين قانون العزل السياسي أو بمن فيهم حركة النهضة، بمن فيهم نواب من حركة النهضة. صحيح أن جل النواب، قلت بما فيهم بعض نواب حركة النهضة في داخل لجنة التشريع العام، لم يلتزموا بهذا التوافق المبدئي في رؤساء الكتل. عديدة هي الأحزاب المطالبة بعدم إدراج هذه الموانع في القانون الانتخابي على اعتبار عدم دستوريتها، على غرار حركة نداء تونس وحزب المبادرة، بينما يتمسك بها آخرون خاصة في حزب المؤتمر وحركة وفاء التي تقدمت بمقترح إضافة باب كامل في القانون الانتخابي يتعلق بالتحسين السياسي للثورة. التوافق حول هذه المسألة يبدو صعبا تحت قبة التأسيسي، وقد يتحقق في الحوار الوطني الذي أدرج هذه النقطة على جدول أعماله غدا. ما نعرفوش بالحوار الوطني هذا، ما شاركناش فيه ولا نشارك فيه. ومن هو الحوار الوطني؟ هل جابوا الشعب الحوار الوطني؟ الشعب جاب المجلس واختار نواب المجلس واختار الأحزاب الموجودة في المجلس، ما اختارش الحوار الوطني باش يعني يقود المرحلة هذه. يعني الحوار الوطني هذا لا يمثلنا. بعض الأحزاب في المقابل لم تحدد موقفها بعد من المسألة، والمجلس على أبواب المصادقة على مشروع القانون الانتخابي. نحن ضد الإقصاء السياسي، لكن إذا كان يكون اتفاق معناها على نقاط محددة وأطراف محددة، أو أن معناها نلقوا مخارج أخرى كما مثلا اعتذار أو معناها تعهد بأن معناها يكون ما يشملاش القانون هذا، نحن ما نهربوش من التوافقات. ورغم اختلاف المواقف من العزل السياسي، فإن الإجماع حاصل بين النواب على اختلاف انتماءاتهم السياسية على القبول برأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إذا قضت بعدم دستوريته. عقد قياديو حزب التيار الشعبي بمنطقة سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد اجتماعا شعبيا للاستماع إلى مشاغل متساكني الجهة ولتقديم آرائهم بخصوص الانتخابات القادمة. إيمانا بدور منطقة سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد في النضال وفي الثورة، اختار قياديو التيار الشعبي عقد اجتماع شعبي بمناصري الحزب وبمتساكني المنطقة للاستماع إلى مشاغلهم وإيصال مواقف الحزب إزاء أهم القضايا. تاريخيا هي منطقة مناضلة ساهمت في الثورة كجهة سيدي بوزيد ككل. التيار الشعبي يريد أن يجدد العهد مع أبناء جهة سيدي علي بن عون وجهة سيدي بوزيد من أجل أن يلتحم بقضاياهم ومشاكلهم. الاجتماع الشعبي لمناضلي حزب التيار الشعبي مثل مناسبة للتأكيد على أن المشهد السياسي في تونس أصبح يطبعه التوازن بين مختلف القوى السياسية، والقول بأن قيادة الحزب قررت المشاركة في الانتخابات القادمة ضمن قائمات موحدة تحت يافطة الجبهة الشعبية. قلنا أننا سندخل ضمن قوائم موحدة خاصة بالجبهة الشعبية مع ترك إمكانية يعني انضمام شخصية وطنية أخرى أو أطراف أخرى حتى حزبية على أرضية الجبهة وتحت يعني لافتة الجبهة الشعبية. وإن كانت مختلف القوى السياسية في سباق محموم استعدادا للانتخابات القادمة، غير أنه يبقى الخيار الصعب ما ستقدمهم من برامج قادرة على إقناع الناس من أجل بناء تونس المستقبل. إلى نابل الآن، وهناك عقدت مجموعة من مكونات المجتمع المدني بالولاية الملتقى الجهوي للمجتمع المدني، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء في مختلف المجالات. الملتقى تناول واقع التنمية في الجهة خاصة في المجال الاقتصادي والتربوي وأهم المشاكل التي يتعرض لها والآليات الكفيلة للنهوض بالتنمية في الجهة. يعتبر بعض أهالي ولاية نابل أن واقع التنمية اليوم في الجهة يواجه عديد المشاكل، انطلاقا من اعتبار البطالة من أكبر المعضلات التي تعاني منها المنطقة. كما نقولوا الحياة متاع المستقبل ماشية وبتوالي، الشباب تويك قاعد أكثريته ضايع تعب. السياحة ماشي كالعام اللي فات كالعام اللي قبله، طوالنا 3 سنين نعيشوا هكا كما تشوف. وفي محاولة من بعض مكونات المجتمع المدني لدراسة واقع التنمية ومعيقاتها والسبل تجاوزها في مختلف المجالات، عقد بدار الاتحاد الجهوي للشغل بنابل الملتقى الجهوي للمجتمع المدني. مشهورة أنها منطقة سياحية، لكن نابل فيها بؤر الفقر. نحن في محاولة لإسناد المشروع التنموي في البلاد، في محاولة التنمية متوازنة بين الجهات، باش نحاولوا وقت نمشيوا الجهة نشوفوا خصوصيات، لأنه مثلا المشاكل اللي تعاني منها الجهات فيما يخص التعليم مش كما في ولايات الشمال الغربية ولايات الجنوب وكما ولايات الساحل.
ودعا المشاركون إلى ضرورة صياغة منوال تنمية جديد خاصة في مجال البنية الأساسية والمنظومة التربوية والمنتوج السياحي. يكفينا بناءات على الشواطئ والفنادق ونتجه للمخزون الثقافي والطبيعي باش نشجعوا المؤسسات صغرى نتاع شباب مثلا اللي ينجم يعطي صورة أكثر التصاق بالواقع. أيضا مشكلة الانقطاع المبكر ولاية نابل تعرف خاصة في السنوات الأخيرة نسبة 4% من الانقطاع المبكر، يمكننا من رصد ظواهر حافة بالمنظومة التربوية اللي تتعلق خاصة بتفاقم ظواهر معينة كما الانحراف. ويهدف هذا الملتقى الجهوي الذي عمم تقريبا على كافة ولايات الجمهورية إلى تجميع مقترحات مكونات المجتمع المدني حول تطلعات جهاتهم وأولوية التنمية بها قبل رفعها إلى أصحاب القرار للنظر فيها. أعلنت وزارة الداخلية أن الوحدات المختصة بالحرس الوطني بولاية صفاقس تمكنت من إلقاء القبض على خلية تابعة للطيار أنصار الشريعة المحظور كانت تعد لمخطط إرهابي باستهداف مؤسسات حيوية بمدينة صفاقس إثر وقوع انفجار داخل منزل متسوغ بولاية صفاقس كان يأوي عنصرين بصدد صناعة عبوات متفجرة. تفاصيل الخبر في التقرير التالي. أصيب ليلة أمس شخصان بجروح عندما انفجرت في وجهيهما قنبلة يدوية كان بصدد صنعها بأحد المنازل التي تسوغوها بمنطقة عين الشرفي من مدينة صفاقس. ما تسمع تعليلك هكا معناتها والانفجار ماذا صار ما تسمعنا الحس وانفجار مشينا معناتها بذمة باش نشوفوا نحسبوها دبوسة غاز تفجرت تكلمنا على الحماية جت الحماية يا اخي الحمايه قالت لنا هذه مش دبوسه غاز معناتها تفجرت معناتها لقيناها حكايه معناتها قلنا راهي قنبله هذه. حابين نوضحوا نقطه اللي الشخصين هذوما ما عندهم حتى علاقه بمنطقه عين الشرفي هما ناس غرباء اكتروا المنزل هذا عندهم شر وما نشوفوهمش يدخلوا بعد صلاة المغرب يخرجوا قبل صلاة الصبح ما نشوفهمش ما عندنا حتى علاقة بهم. وزارة الداخلية أفادت أن بعض العناصر التكفيرية كانت بصدد محاولة صنع قنابل تقليدية وأنه بالتدخل السريع لقوات الحرس الوطني تم القبض على عنصرين كما تمكنت الوحدات المختصة بعد مواصلة الأبحاث من القبض على بقية الخلية المتكونة من 8 عناصر وحجزت كمية من الأمونيتر والمواد الأولية مستعملة في عمليات التفجير. وأكدت الوزارة في بيان لها أن عناصر هذه المجموعة ينتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور وأنهم كانوا يعدون لاستهداف مؤسسات حيوية بمدينة صفاقس حسب نص البيان. نشرتنا متواصلة مشاهدينا الكرام وفيها لكن بعد قليل. ملكة جمال منزل بورقيبة تتربع على عرش الجمال التونسي لسنة 14 و2000. إلى أخبارنا الدولية الآن والتي نبدأها بالوضع في سوريا إذ تفيد تطورات الوضع هناك بأن حدث انفجار في دمشق والحصيلة قتلان و8 مصابين حسب وسائل إعلام رسمية. قالت إن قذائف مورتر سقطت على دار الأوبرا بالعاصمة دمشق. أما في حلب فقد قتل 5 أشخاص وجرح العشرات نتيجة قصف بالبراميل المتفجرة استهدف حي الشعار في المدينة وحي طريق السد بدرعة في وقت أكد فيه مركز حماة الإعلامي سيطرة الجيش السوري الحر على حاجزين للنظام السوري في ريف حماة. قتل خلاله أكثر من 15 فردا من قوات النظام وتم تدمير عدد من الأليات. وفي تطور آخر قتل ما لا يقل عن 13 عنصرا من المعارضة المسلحة في انفجار عربة مفخخة في مدينة حمص وسط البلاد. تجددت اليوم الاشتباكات القبلية لليوم الثالث على التوالي في مدينة أسوان في جنوب مصر موقعة قتيلين 2 ليرتفع عدد ضحاياها إلى 25 قتيلا على الأقل. وزارة الداخلية المصرية دفعت بتعزيزات جديدة من قوات الشرطة بعد أن انتشرت آليات الجيش في مسعى للحد من حالة الاحتقان التي اندلعت بسبب شجار بين قبيلتين. في تصعيد إسرائيلي جديد هددت سلطات الاحتلال باتخاذ خطوات إحادية الجانب ردا على سعي الفلسطينيين للانضمام رسميا إلى جملة من المعاهدات الدولية.
التهديد الإسرائيلي جاء على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن القرار الفلسطيني سيؤثر على سير محادثات السلام. هددت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات أحادية الجانب ردا على سعي السلطة الفلسطينية إلى الانضمام رسميا إلى المعاهدة الدولية بعد أن تقدمت بطلبات انضمام إلى 15 معاهدة، ما أثار انتقادات إسرائيلية وأمريكية متزامنة. وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن إسرائيل ستقابل بخطوات مماثلة ما قامت به السلطة الفلسطينية، منتقدا بشدة قادة السلطة قبل توقيع الرئيس محمود عباس وبعده لجملة طلبات الانضمام إلى معاهدات بينها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين زمن الحرب. وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الفلسطينيين لن يحصلوا على دولة إلا عبر المفاوضات وليس من خلال تصريحات وصفها بالجوفاء أو من خلال خطوات أحادية الجانب. السلطة الفلسطينية خيرت عدم التعليق الفوري على تصريحات نتنياهو إلا بعد التشاور ودراسة مضامين التهديدات الإسرائيلية، لكنها حملت في المقابل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية بلوغ مفاوضات السلام الطريق المسدود، خاصة بعد رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة رابعة وأخيرة من قدماء الأسرى الفلسطينيين، كما حذرت من انهيار كامل لعملية السلام المشلولة في ظل السياسات الإسرائيلية المتبعة، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع دائرة الاستيطان ورفض التسوية على حدود 67، والإشكال الأبرز وهو مصير اللاجئين الفلسطينيين. اتفق وزير الدفاع الياباني أوتسونوري أونوديرا ونظيره الأمريكي تشاك هاجل اليوم على تكثيف جهودهما الدفاعية ضد ما وصفاه التهديدات الاستفزازية التي تطلقها كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصواريخ. وأكد هاجل أن بلاده ستمنح اليابان سفينتين مزودتين بنظام مضاد للصواريخ الباليستية بحلول عام 17 و2000 لمواجهة تهديد بيونغ يانغ. كما اتفق الوزيران على معارضتهما لقرار الصين أحادي الجانب بشأن تغيير الوضع القائم في بحر الصين الشرقي. عرضت وكالة الفضاء الأمريكية نازا صورا لموجات توهج شمسي بدت أوائل هذا الشهر. وفي تفسيرها لهذه الظاهرة النادرة قالت نازا إن هذا التوهج اندفاع إشعاعي قوي قد يعكر صفو الجو في طبقة الغلاف الجوي التي تتحرك فيها الإشارات الخاصة بالاتصالات ونظام تحديد المواقع العالمي. وأكدت في المقابل أنه أقل تأثيرا من التوهجات الكثيفة التي تصنف حسب الأشعة إكس. اكتفى الترجي الرياضي التونسي بالتعادل دون أهداف في المباراة التي جمعته بالأولمبي الباجي لحساب الدفعة الثانية من منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فيما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة النادي البنزرتي وضيفه النادي الإفريقي. اكتفى الترجي الرياضي بالتعادل دون أهداف في اللقاء الذي جمعه بأولمبي رادس أمام ضيفه الأولمبي الباجي لحساب منافسات الجولة 24 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. وفشل أبناء المدرب كرال في هز شباك المنافس الذي يصارع من أجل البقاء رغم عديد الفرص ليحافظ ترجي العاصمة على موقعه في الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 55 نقطة، فيما رفع الأولمبي الباجي رصيده إلى 23. من جهته عاد نادي صفاقسي صاحب المركز الثاني بنقطة التعادل من ملعب شتيبي في مباراة خلت من الأهداف أمام مضيفي مستقبل مرسى الذي رفع رصيده بالمناسبة إلى 36 نقطة، فيما راوح حامل اللقب مكانه ثانيا ب 46. وعلى ملعب 15 أكتوبر حسم التعادل بهدف لهدف مباراة النادي البنزرتي وضيفه النادي الإفريقي الذي كان متأخرا بهدف حمل توقيع كمال الزعيم ركلة جزاء منذ دقيقة 76 قبل أن يدرك البديل مات موسيلو التعادل في الدقيقة 87 رافعا رصيد فريقه إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع النادي البنزرتي رصيده إلى 33. وفي باقي المباريات وبأولمبي سوسا أهدر النجم الساحلي نقطتين باكتفائه بالتعادل بهدف لمثله مع شبيبة القيروان، وتغلب فريق قواف القفصة بهدف دون رد على ضيفه الملعب الجبسي، وغادر فريق جرومباليا الرياضية المركز الأخير بفوز ثمين استقر على هدف دون مقابل أمام نجم المتلوي بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق جريد توزر عند النقطة 25 بعد الهزيمة بثنائية نظيفة أمام الاتحاد المنستيري.
وكان الملعب التونسي انهزم أمس بهدفين لهدف أمام نادي حمام الأنف في مستهل الجولة ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في قاع الترتيب، فيما رفع فريق الضاحية الجنوبية رصيده إلى 27 نقطة. من هي ملكة جمال تونس لهذه السنة؟ سؤال نتعرف على إجابته من خلال هذا الروبورتاج الذي قمنا به صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة، الفضاء الذي نظمت فيه جمعية تاج فعاليات الأدوار النهائية لمسابقة ملكة جمال تونس. وأخيرا باحت مسابقة ملكة جمال تونس لهذه السنة بأسرارها لتتربع وهبة عراس على عرش الجمال التونسية، تاج سيمكن وهبة من تمثيل تونس في عدد من المحافل الدولية. حاب نوريهم المرأة التونسية عن فعلة وفعالة، أول حاجة حاب نوريهم اللي المرأة التونسية عندها قيمتها وتنجم تكون مثال وقدوة للناس الكل، وإن شاء الله ربي وفقني باش نوصل نحقق اللي في مخي. وكانت 18 حسنة من مختلف ولايات الجمهورية قد شاركت في النهائيات، أبقى التصويت عبر الإرساليات القصيرة على 10 منهن، واختارت لجنة التحكيم 5 في المرحلة الأولى وواحدة في مرحلة ثانية. ربحة الاكسبيريونس اللي عملتها لهنا، ربحة العبيد اللي عرفتهم لهنا، نجحت في بلادي، نجحت اني نمثل بلادي بتربيتي باخلاقي. لجنة التنظيم التي دابت على ادخال الفرحة في قلوب الاطفال اختارت طفلة من مستشفى باب سعدون للاطفال لاهدائها تاج الحسن والجمال. جمعية امنيتي قالت لي شنو امنيتك، قلت لها نولي ملكة جمال تونس وربي يعطيها الشفاء وإن شاء الله تكبر و18 سنة تولي ملكة جمال تونس بالحق. أمنيتها تحب تولي محامية، ما شاء الله فقريتها باهية، عندها 17 فاصل وأحنا تويكا نحاولوا باش هي المورال نتاعها يكون قوي برشا. هذه السهرة التي حضرتها ملكات جمال كل من الجزائر ومصر والبحر الأبيض المتوسط وبلجيكا تهدف بالخصوص للترويج لتونس كوجهة سياحية متعددة الخصائص، منها الجمال الطبيعي والمخزون الحضاري والثقافي. ونختم ثقافيا كما عودناكم، إذ بعد تتويج الشريط السينمائي التونسي باستاردو لنجيب بلقاضي بالجائزة الكبرى للدورة 20 لمهرجان السينما المتوسطية بمدينة تطوان المغربية، انطلق مساء أمس العرض الأول للفيلم الجديد باب الفلة من إخراج مصلح كريم وبمساهمة وزارة الثقافة التونسية، وسيعرض هذا الفيلم انطلاقا من يوم 7 أفريل الجاري بعدد من القاعات بالعاصمة. صحفيون وفنانون جاءوا مساء أمس بأعداد كبيرة لمشاهدة العرض الأول للفيلم التونسي الجديد باب الفلة. الطاقم المنجز لهذا العمل صافح هذه الجماهير قبل بداية العرض. هو أول تجربة في إخراج الأفلام الطويلة بالنسبة لمخرجي مصلح كريم، وأيضا أول تجربة في إنتاج الأفلام الطويلة بالنسبة لخديجه المكشر. باب الفلة هو الشريط الأولاني متاعي، صورته عام 2011 وكمل في أوت 2013. هو معناتها أول تجربة في الإخراج كشريط طويل. أول فيلم أنا كمنتجة ليا، أنا معناتها من الإخراج جاية، هذا أول تجربة ليا كمنتجة لفيلم طويل، إنتاج تونسي بحت، فيلم تونسي بروح تونسية، فيه معناتها روح المدينة. باب الفلة حكاية طويلة تدور أحداثها حول الحياة اليومية داخل المدينة العتيقة وتحديدا بأحد أحيائها باب الفلة. لطف من الوحش نذكروا على الدور كونه دور مختلف على جملة من الأدوار اللي خدمتها قبل، إن شاء الله نكون في مستوى انتظارات الناس اللي تعرفني. الفيلم لو هو موجود الآن، وجوده الآن في السالة يرجع ل يعني تضافر جهود كل الإكيب الكل، يعني لعلي بنور ولا مسمح. فيلم باب الفلة حصل على جائزة أحسن ممثل ضمن مسابقة مهرجان الداخل السينمائي بالمغرب، توج بها الممثل علي بنور عن دوره في هذا العمل. باب
وبآخر أخبار سابع الفنون في بلادنا نصل إياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام النشر، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. أحياء الذكرى 14 لوفاة الزعيم لحبيب بورقيبة في المنستير وسط حضور رسمي وشعبي كبير. جمعة يؤكد لدى حلوله بتونس توقيع اتفاقيات تعاون عديدة مع الجانب الأمريكي في عدة مجالات وأبرزها الجانب الاقتصادي. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية تساؤلات عدة من المواطنين حول مدى تدخل الدولة للدعم والتعديل والتخفيض في نسبة التضخم. وهذه أجمل تحيات قسم الأخبار، بداية أسبوع موفق للجميع.